بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أصون أمانة العلم والعمل، وأن أسخرها في خدمة الإنسان والوطن، وأن أسعى في تنمية مجتمعي، وأن أقدس القيم الإنسانية النبيلة، وأن أراعي قيم ديني في سري وعلانيتي، وأن أتعاون على البر والتقوى، وأن أراعي حقوق الناس أجمعين، والله على ما أقول شهيد. وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم وأعانكم على الوفاء بعهدكم ونفع بكم أهلكم ومجتمعكم ووطنكم العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشعور لا يوصف، خصوصا ونحن تحت قبة الوفاء، قبة أبي الفضل العباس عليه السلام. عندما رددنا هذا القسم، أقسم بالله أني أقيم عملي بجد وإخلاص، قدمت هذا القسم أمام شخص عظيم، فأنا موعز وموجب علي إقامة عملي بجد واجتهاد، فكان ذو شعور لا يوصف، والحمد لله على هذه النعمة التي رزقنا بها. والله أتباهى هذا الشيء، أتباهى للخارج، يعني مو فقط محلي، يعني بالخارج أتباهى، أتباهى لأن أكو هيك عتبات تحتضن الشباب وما تخليهم يأيسون، نعطيهم نظرة للمستقبل بعيدة راح ننظرها من خلال هاي العتبات والكوادر اللي تحتويها هاي العتبات من المعلومات اللي توصلها للطالب، فنحب نشكرهم من هذا الجانب. احنا نشكر العتبتين العباسيه والحسينيه للقيام بهذا الحفل المبارك لتخرج الجامعات العراقيه كافه، الصنوف الحكوميه والاهليه. احنا نحس بفخر كل ما نشوف العتبتين تقوم بهذا المهرجان المبارك، نحس بفخر وان شاء الله نستمر بتقديم الخدمات للشعب العراقي ومن جيل الى جيل ونفتخر بهذا الشيء احنا.